مساء الفل في ناس كتير الشك بالنسبه لهم مرض الواحد منهم طول الوقت دماغه شغاله على نظريه المؤامره ولما تحصل قدامهم حاجه مش مفهومه اول احتمال يفكروا فيه هو الاحتمال الاسوا لان دايما سوء النيه بالنسبه لهم اسلوب حياه زي اللي حصل في حكايه صفاء بطل القصه حقيقيه النهارده اللي وصل الشك بجوزها انه كل شويه يبص لابنهم الصغير ويقولها لها الواد ده مش ابني انت جبتيه منين تعالوا نسمع الحكايه من اولها ونشوف صفاء بعدها تقول لنا ايه اسمي صفاء في بدايات العشرين من عمري وحاليا زوجة وأم مع إيقاف التنفيذ وحاسة إني تايهة ومش عارفة أعمل إيه من يوم ما طلعت على الدنيا يا سالي وأنا عايشة في شقة وتعب أمي انفصلت عن أبويا من وأنا عندي عشر سنين شفنا فيهم الويل لأن أبويا ما بيتحملش مسؤولية وكان بيتجوز كتير كل شوية يتجوز ويطلق طفولتي كانت صعبة جدا مليانة زعيق وخناقات وعيشة تخلي أي إنسان يكره نفسه ويكره حياته ويفقد ثقته في كل الناس من يوم ما أمي انفصلت عن أبويا حالتنا المادية ادهورت أكتر اكتر ما كانت متدهوره وجربت من وانا لسه عيله انزل اشتغل عشان اعرف اكفي نفسي واساعد في مصروف البيت من شغل في سوبر ماركت لمحل ملابس لمكتب محاماه اشتغلت كل حاجه عشان اساعد امي اللي ما كانش حالتها غير يا دوب 300 جنيه شهريه بتاعه المطلقات ورغم ان كان ليا اخوات كتير بس كل واحد فيهم شاف شغلانه عشان كل واحد يتحمل نفسه من لبس لاكل لمصاريف مدرسه وجنب شغلي قدرت اكمل تعليمي الحمد لله لحد ما خدت دبلوم صنايع وحوشت القرش على القرش ودخلت جمعيات لحد ما جهزت نفسي كنت عايشه على امل انتظار ابن الحلال وفضلت اعمل اقصى ما عندي عشان لما يظهر اكون مستعده ما كنتش بتمنى غير ان ربنا يكرمني بابن الحلال اللي يكون سندي وضهري ويعوضني عن الشيء اللي شفته طول حياتي واتستر في بيت على قدي وارتاح فيه جدع يا صفاء على فكره كان ممكن ما تكمليش تعليمك وساعتها كان ممكن ما حدش يلوم عليكي يقولك بسبب الظروف وده اللي قدرت عليه لكن واضح من كلامك انك عندك طموح بتشتغلي على نفسك وعندك احلام حلوه وعارفه انتي عايزه ايه طب ايه اللي حصل بعد كده تعالوا نشوف في يوم اتقدم لي شاب ساكن نواحينا واهله كانوا عارفين امي والموضوع كان جواز صالونات لما قعدت معاه حسيته حد كويس فوافقت والموضوع سبحان الله كان متيسر ما طولناش كتير في الخطوبه اتجوزت وقلت بس الحمد لله اترحمت من الشغل والتعب واخيرا هلاقي اللي يتحمل مسؤوليتي بس يا خساره ما كنتش اعرف ان المشقه الحقيقيه هتبدا بعد الجواز اللي حصل يا سالي ان جوزي طلع مريض بالشك بطريقه لا تطاق بمجرد ما موبايلي يرن يطلع يجري يمسكه ويشوف اسم اللي اتصل ويقول لي ردي قدامي وافتحي سبيكر عشان اسمع كل شوية يمسك الموبايل يقلب فيه ويقول لي مين رن ممنوع أنشر الهدوم لوحدي ممنوع أفتح الشباك أو الباب ممنوع أتكلم مع أي مخلوق ولما ينزل يروح شغله أو ينزل على القهوة ويرجع من بره يقولي مين كان هنا ما يسبنيش أروح أي مكان لوحدي نهائي ولازم في أي خطوة تكون رجله على رجلي ولو رحت عند امي لازم يجي معايا ويفضل جنبي في الشقه وكل اوضه ادخلها يروح ورايا ومش مسموح ان انا انفرد بامي نهائي حتى لو في حاجه خاصه بيها عايزه تحكيها لي تعبت منه بقيت عايشه في رعب طول الوقت لدرجه اني بقيت اخاف لو رقم غريب رن عليا انه يضربني ويقولي مين ده لا عيشه صعبه قوي يا صفاء صعبه قوي فعلا تعالوا نكمل ما قدرتش استحمل يا سالي لحد ما هربت من وراه ورحت بيت امي كنت وقتها حامل في ابني وقلت زي ما تيجي تيجي انا مش هقدر اكمل اكتر من كده بس جه ورايا وقال لي امي خلاص حقك عليا احنا ملناش غير بعض وفي طفل جاي في السكه لازم نعمل حسابه فضل يحيل فيا وفي اهلي بقى زي القطه المغمضه وحسيت إنه هو ندم فعلا وصدقته قمت لميت هدومي ورجعت مع البيت اول ما دخلت الشقه نزل فيا ضرب وهتك يا صريخ انت بتعرفي مين من ورايا مين اللي شجعك تسيب البيت ورحتي عند امك عشان تقابليه يا كذا ويا كذا ويا كذا وفضلت احلف له احلف له أنه ما فيش اي حاجه ملف في دماغه لحد ما اغمى عليا كنت هموت في ايده ففضل يفوق فيا بعدها لقاني تعبت فخلني عند الدكتور لما الدكتور ساله وسألني قالوا دي بس ضغطها واطي ضغطها واطي بس شويه يا دكتور وجبتها ومن وقتها هو زي ما هو وساعات كمان الشك بيزيد وانا ساكته ومستحمله عشان الحمل لحد ما جه معاد الولاده وقلت له انا هحضر حاجتي عشان اروح اولد عند امي لقيته بيقول لي انت هتولدي عندي في البلد ما فيش ولاده عند امك قلت له ازاي؟ اي واحدة بتروح تولد عند اهلها قال لي ما فيش الكلام ده وتخانقنا فانا صممت على رايي ورحت عند امي لحد ما ولدت هناك فما جاش حتى يشوفني ولا يشوف ابنه وبعد فتره جه هو واهله وقعدنا مع بعض عشان نصفي الدنيا لحد ما خدوني وروحت انا وابني وهناك ابتدى الشك من تاني بقى كل شويه يبص لابني ويقول لي الولد ده مش شبهي ده شبه فلان ويقول اسم حد معين وشويه الاقيه بيصرخ فيا الواد ده ابن مين؟ واخر ما تعبت خدت ابني ورحت عند امي وانا مش عارفه هعمل ايه هعمل ايه في ابني وفي العيشه ارجو الرد عشان انا تعبت نفسيا يا الله لحد هنا وخلصت بقى رساله صفاء رسالة تضايق توجع القلب زي ما بيقولوا الواحد يبقي عايش علي طول متهم كده واحدة بتحاول تدافع عن نفسها وعن اخلاقها وعن شرفها قصاد الراجل المفروض انه يكون امانها وستر وغطا وسكينه وموده ورحمه وكل الكلام الجميل ده الراجل اللي اتجوزته بعد سنين من الشقه والوجع وبحط القرش علي القرش ومستنياه وعوض ربنا طب دلوقتي بقي صفاء تعمل ايه ترجع لجوزها هنقول لها استحملي عشان الست مالهاش الا بيتها وجوزها عشان انت عندك ابن ولا نقومها ونقول لها افضلي عند امك هو ما يستاهلكيش مامتك اولى بيكي يمكن يعرف قيمتك طب هتصرف على نفسها وابنها ازاي؟ طب يا ترى بقى الشك اللي جوزها فيه ده ليه علاج؟ ممكن حد يقولي لي ده ابن كذا وانا اكمل معاه صعبه جدا المكان ده صعب قوي اسئله كتير قوي في حكايتك يا صفاء استنونا بعد الفاصل من وقت ما انفصل والد ووالده صفاء وهي طفله وصفاء بتحلم إنها تتجوز وتروح بيت جديد إن ربنا يكرمها بابن الحلال اللي يكون سندها وظهرها اشتغلت في سوبر ماركت في محل ملابس مكتب محاماه كل ده عشان تعرف تصرف على تعليمها وتجهز نفسها ربنا كرمها وخدت دبلوم جهزت نفسها وفرحت وأول عريس يخبط على الباب اتجوزت لكن بعد الجواز اكتشفت إن جوزها شكاك ما بيسيبهاش تروح أي مكان لوحدها نهائي، لو الموبايل رن لازم ترد قدامه وتفتح السبيكر. لما يرجع من بره يسألها مين كان هنا. بعد ما صفاء خلفت منه ولد بقى حاجة تانية خالص بقى. اتفاجئت بيه بيبص لابنها ويقول لها الولد ده مش شبهي. مين باباه؟ خلفتيه من مين؟ وعشان كده منورنا من وشرفنا النهارده دكتور محمد محمود حموده استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور حمود ازيكم اخبارك ايه نورنا والله يا دكتور الله يخليك. ايه رايك في القصه بقى بتاعه النهارده اه بشوفها كتير قوي القصه دي بالمناسبه مم. وعلى فكره هي ما بتنتهيش على كده امال على ايه هي غالبا بتنتهي في الطب الشرعي بعد ما بيقتلها انت ب... انت بديها كده اه هي دي الحقيقه <applause> يعني ده كلام اه انا قصه عجبتني الحقيقه اه القصه دي بنشوفها كتير جدا بس ما بتنتهيش على كده يعني انا مثلا تقولي شفت مثلا خمسه سته أه. مراته العياده بالعافيه عشان يتعالج بس الباقيين شفتهم في الطب الشرعي بعد ما قتلوا مراتهم خلي بالك انت انت كل شويه يعني جيت قلت لي مثلا ان احنا ثلاث ارباعنا محتاجين لعلاج نفسي دلوقتي تقولي ان فيها قتل ليه دكتور بتعلى بسقف التوقعات يعني انا ما كنتش متوقعه ده تماما عشان انا عشان احنا عشان احنا لازم ناخد بالنا من اللي هيحصل بعد كده هو الشك ده احنا مرض بنستنى دايما للمصيبه لما تحصل وبعدين نقول هي حصلت ليه؟ مع انها كانت باينه زي الشمس. هي ايه اللي كانت باينه؟ انه هيقتلها. ازاي؟ او واحد بيشك في مراته والواد مش ابني يبقى ده معناه انها خدت طب ما هي اصلا ما خدتش بالها في الخطوبه ان هو شكاك. هي ما خدتش بالها في الخطوبه بس هي خدت بالها دلوقتي ان هو شكاك فمستنيه لايه؟ طب وزي ما حضرتك بالها في الخطوبه ان هو شكاك هو ما بيبانش في الخطوبه انه شكاك هو راجل احتكاكها بيه كان ضعيف مم. في الخطوبه وهي اتخطبت فتره بسيطه وقالت لك كانت عايزه تهرب من بيت آه والدتها عشان <applause> المسؤوليه والضغط اللي هي فيه الضغط المادي والضغط الاجتماعي اللي هي فيه عشان تعرف, تعرف تع... ان هي ت... ت... تعيش مع ابن الحلال و... و... فعايز... شفنا بيربونا كده واحنا فعش... صغيرين ما هي بقى ما استنتش تتخطب ما استنتش تكتشفه ما استنتش إنها تعرف طب بص بقى يا دكتور انا قصدي ان هي يعني انت قصدك ان هي هربت من البيئه اللي كانت عايشه فيها بالجواز فما خدتش بالها اذا كان خطيبها ده حلو ولا وحش بس ولا شكاك ولا ما لحقتش تعرفه كويس بس وما كل خدتش... حاجه كانت متيسره ايوه ما هي دي حاجه تانية بنضحك بيها على نفسنا لا دي علامه من العلامات لا لا استني بس علامه من العلامات بس احنا لازم نعرف الاول الشخص اللي قدامي ده عامل ازاي متيسره مش معنى انها متيسره انها كويسه ما كل الجوازات اللي كان اخرها طلاق كانت متيسره ازاي هم اللي اتجوزوا ازاي ما هي كانت متيسره عشان كده اتجوزوا حصل بقى شويه عكوسات في النص لا ما دول مش هيتجوزوا اللي بتحصلهم شويه عكوسات دول ما بيتجوزوش ما بيكملوش يبقى لكن مش متيسره لكن كل الجوازات المتيسره وبعدين اتطلقوا كانت متيسره في الاول بس خلصت بالطلاق طب وما نعرف وخلصت ازاي وخلصت بالمحاكم صح ولا لا ايوه نعرف ازاي بقى طالما انت بتقول حتى المتيسره دي مش معانا ناخد, ناخد فتره خطوبه كافيه عشان نكتشف الشخص الخطوبة اللي تبقى قدامنا ادي. المفروض الخطوبه لا تقل عن ست شهور لسنه لا تقل مش معنى ست شهور لسنة عشان تكون فتره كافيه ان انا اعرف فيها الشخص اللي طب ممكن داين. حد يقول لك اعرفه ست شهور واتجوز على طول لا اعرفه لا تقل عن ست شهور لسنة هعرفه بقى في الفتره دي يعني اذا كنت ناوي تخطب ست شهور اشوفه يوميا اعرف الشكل اذا كنت ناوي اعرفه ما. سنه اشوفه يوم او يوم لا يعني ست عرفت. شهور تبقى كل يوم اه طبعا يقعد عندنا في البيت تقريباً. او ننزل تقريباً. مع حد او اه تقريبا عشان ابقى عارفه هو سلوكه ايه وعامل ايه وناخد على بعض عشان لما نتجوز ما نفاجئش بعد الجواز ان احنا شخصين ما ننفعش نبقى مع بعض طب اصلا طب تفتكر هي كده قعدت قد ايه مثلا؟ لا هي ما شهرين واتجوزت كانت عايزه تخلع بتقول لك عايزه اهرب من البيت ف... طب دي ايه البيئه دي ان هي تهرب من البيت يعني ما هي عايزه تهرب من البيت عشان الضغوط اللي عليها وعلى والدتها كبنت عايزه تتجوز و... او بتحلم بوجود اب و... لانه و... الاب و... مش موجود ومفيش اب يصرف عليها فعلا طيب. ومفيش فهي عايزه تهرب ده نوع من الهروب هو ده نوع من الهروب ولا أو... ده نوع من العوض لا ده نوع من الهروب هي كانت بتهرب هنا ما كانتش بتدور على العوض اللي بيدور على العوض يتأنى ويتريث ويفكر هي كانت بتهرب وهي استخدمت اللفظ الصح إيبه. انا كنت عايزه اهرب قالت كده؟ اه بس فهي كانت عايزه تهرب فعلا فقامت لبست في الحيطه. طب ايه الشخصيه الشكاكه دي بقى؟ اه هي مش شخصيه شكاكه ده احنا عندنا ثلاث حاجات ممكن يعني يكونوا موجودين عنده احنا مش عارفين ايه بالظبط. اه واحد الاشهر على الاطلاق اللي هو بتنتهي بالقتل اللي هو الديلوجنال ديس يعني اوردر ال اللي هو اضطراب ضلالي الشكل. يعني ايه ضلالي؟ ده. ده مرض بيبقى فيه ضلاله كلمه ضلاله دي تعني فكره ثابته راسخه ما بتتغيرش بالمنطق. فكره في دماغ الشخص ثابته راسخه مش بيشوف حاجات بالمنطق. ايه يعني لا فكره دلوقتي. فكره مش بيشوف آه، أوكي. فكره في دماغه ثابته راسخه ما بتتغيرش في المنطق فهو عنده فكره ان مراته بتخونه اه بيتخيل ان في حد في البيت وفي حد واقف ورا الستاره انت مخبياه وكده مش بيتخيل وكدا. هو عنده الاول الايه؟ اه الفكره هو مصدق مصدق ان مراته بتخونه يا نهار ابيض فكره راسخه في دماغه ما بتتغيرش <applause> بالمنطق يا سيدي تخونك فين دي ما بتنزلش من البيت بتتصرف مين كان هنا أصله ابن الجيران مين كان هنا؟ اصله بيخش من البلكونه المهم ان الفكره مش هتتغير مهما نحاول نقنعه ايه بالمنطق طب المره الحاجه التانية بقى استني بس اه ده الديلوجنال ديس اوردر ليه انواع على فكره النوع الاشهر بتاعه اللي هو اضطراب ضلال الشكل اللي فيه الجيلسي او الغيره آه. تمام ضلال الغيره ما الغيره دي حلوه قالوا لنا ده النوع لا مش حلوه ليه ده النوع الاسوء لانه بيبقى معاه دايما ديلوجن اوف ضلال الخيانه بيبقى عنده فكره انها بتخونه الله فيبدا بقى لا ده مش ابني لا ده مش شبهي لا تعالي نعمل تحليل دي ان ايه لا ويخش لدرجه كده كان عندي عيان بيدور في ودان مراته عشان هو متاكد انها لابسه سماعه بتكلم حد لا طبعا هو كده بالظبط الاضطراب الاضطراب كده بالظبط طب بما انك انت قلت لي كده هما ثلاث انواع يعني قلنا اول نوع اللي هو الديلوجنال ديس اوردر اه الديلوجنال ديس اوردر ماشي ثاني نوع بقى تاني حاجة هو تلات احتمالات، تاني ها. حاجة انه يبقى بارانويد بيرسوناليتي ديس اللي هو عنده بارانويا عنده اضطراب الشخصية الاضطهادية أنا زي آسف على الإزعاج عشان نفهم الناس كده بال... لا بال... آسف على الإزعاج كان عنده سكيزوفرينيا كان عنده فصام دي الحاجة الثالثة. بس بقى. كانت الناس كلها بتضطهد ما هو دي الحاجة التالتة دي طب ل... إيه الفرق بين من... من دي ودي؟ ما أنا هقول لك لو اديتيني فرصة ها يبقى اضطراب ده أول <applause> حاجة فيه إنه فكرة ثابتة راسخة ما تتغيرش بالمنطق هي فكرة بس ماشي دي عرفناها غير كده لا استني غير كده حياته كلها تبدو إيه؟ طبيعية ومنتظمة ما عندوش خلل في أي حاجة إلا الشك في مراته هي الفكرة دي بس ماشي اما الشخص اللي عنده اضطراب الشخصيه الاضطهاديه ده عنده افكار اضطهاد تجاه جميع الناس. آه، كلهم بيضحكوا عليا كلهم ما آه. بيحبونيش. فدايما هو بيدور انه الناس بتخونه والناس بتضحك عليه والناس بتخدعه فمراته واحده من ضمن الايه؟ اللي, إيه؟ اللي بيخدعوك كتير هم. فمش هتبقى مراته لوحدها ده هيبقى معاه ايه؟ كذا حد ده صاحبي بيتامر عليا ده زميلي في الشغل عايز يعمل لي مش عارف ايه ويقعد يفحر يفحر يفحر, يفحر لحد ما يلاقي ان اللي قدامه بيكذب عليه هو اللي قدامه بيكذب عليه عشان يريح دماغه. يكتشف الكدبه فيأكد يقول لك له انا كان عندي حق بالظبط خد اما اقول لك اديني بقى الثالثه بقى الفرق انا عايز اعرف الفرق بين البارانويا والسكيتفرنيا ياكد له الضلال بس مش. تمام. ده بارانويد بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هو اضطراب ضلالي اه اسمه اضطراب الشخصيه الاضطهاديه ده اضطراب شخصيه ده على اكسس 2 في التشخيصات تمام ده التالت بقى انا عايز اعرف التالت اللي هو السكيتفرنيا فصام بتاع اسف على الازعاج اه مريض الفصام بيكون عنده ضلالات اضطهاديه ويكون عنده هلاوس سمعيه وبصريه ده, ده 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 اوحش نوع ده ده, 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 حاجة ده, ده, ده اوحش حاجه اه ده ده مفيش ده آه بيتعالج ده بيتعالج اه كلهم بيتعالجوا آه بس هي الفكره انه الامراض دي امراض مزمنه والمريض يحتاج انه على العلاج مدى الحياه زي الضغط والسكر كده وبعدين الناس تقول لو ساب العلاج هيقوم يشوف يرجع يلعبك بالظبط آه شفتي اسف على في اخر لقطه لما وقف علاج آه ورجع شاف مامته تاني وشاف بابا تاني آه آه هي دي هلاوس لانه كان عنده هلاوس في الفيلم يعني الفيلم أيوة. طبعا فيه حاجات طبيه مش صح قوي بس هو وصل المعنى لانه كان فيه هلاوس فده عنده هو ايه هو صفاء عنده التلاتة لا هو عنده واحده من الثلاثه اني واحده بقى غالبا ديليوجنال ديس اوردر اول واحده اول واحده ليه اللي هي اللي هي كل شويه ما يشكش الا في مراته بس لانه ما اشتكتش انه بيشك في الاخرين خالص وأهله إن... كويسين اه وما قالتش ان هو بيقول الناس بتتامر عليه وانا عنده مشاكل في الشغل بس بالعكس وراها وهي بتكلم مامتها المشاكل دايما فين معاها هي والشك دايما فيها هي بس وما عندوش ولا هلاوس ولا بيكلم نفسه ولا بيسمع اصوات ولا عنده اعراض سالبه اللي هو النيجاتيف سيمتومز بتاعت الاسكيزوفرينيا ولا عنده خلل وظيفي طب وزيف انت قلت حاجه في النص يعني. أنا ما رضيتش اوقفك فيها قلت اوقفك بعد ما تقول الثلاث انواع عشان ابقى عارف م. انت قلت في النص دي ان اي اه هل لو هي عملت دي ان اي ده يبقى حل ولا هياكد له حاجه هل في واحدة يعني واحدة ترضاها على نفسها ان هي تعمل دي ايه عشان اثبت لك ان دول عيالك؟ ده لو رضيتها حتى عن نفسها احنا أه. بنقول انه المريض اللي عنده اضطراب ضلال الشكل أه. عنده فكره ما بتتغيرش بالمنطق ممكن يقول الدكتور متآمر هو معاه؟ هو ده بالظبط لا فانت لو عملتي حتى تحليل الدي ان ايه هو مش هيصدق <applause> لا لا لا. هيقول التحليل مضروب الدكتور متآمر انت كدابه مش طبيعي انت جبتي عينة من حد ما مش طبيعي هو مش طبيعي ما هو مريض ما هو مريض هو ده مرض بجد ايوه مرض بجد ولا وتوصل... هم بيعملوا الحركتين دول عشان بيغير عليها وبيحبها مرض بيجبها. بجد وبتوصل انه ممكن يقتل مراته وبنشوفهم في الطب الشرعي النفسي كتير جدا ده موجود كتير موجود كتير جدا وبنشوفهم كتير طب داي جدا داي في إيه طب ده قله ثقه بالنفس نفسي. وفي حادثه بالمناسبه مشهوره كانت موجوده عندنا في مصر يعني آآ 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 عمل بس مباشر بعد ما قتلها ما انا ما شفتهاش اه ما مش هتعرفيها دي بس حادثه كانت مشهوره يعني انه عمل بس مباشر بعد ما قتلها وده كان مريض ديليوجنال <applause> لا حول ولا قوة إلا بالله العلي آه. العظيم طب ماشي إيه أسباب المرض ده بقى وإيه موجودة كتير كده خلل كيميائي في المخ بيحصل العصبي إيه؟ الدوبامين في عوامل وراثية الدوبامين بيقل ديقل. اللي هو هرمون السعادة لا خدي بالك بقى ما دي حاجة اديني فرصة أشرح بقى حكاية آه الدوبامين لا استنى دي. عايزة الدوبامين دي آه. 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 عشان كنت محفظها لي كل... أنت في المواسم اللي فاتت استني بقى آه. لازم نفهم كده إن المخ مش لوكشة واحدة آه. المخ ده حتت كتيرة تمام كل أريا في المخ ليها وظيفة والنواقل العصبيه هي هي موجوده في كل حته بس النقل العصبي في المكان ده وظيفته غير في المكان ده. الدوبامين فين؟ إيه؟ فالدوبامين في الميزوكورتيكال ميزوليمبيك باس واي اللي هو المسار الحدبي المسار الـ 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 الميزوليمبيك ميزوكورتيكال اللي هو بنسميه كده يعني هو بيتكلم عن كلام بالعرض. مبسط عشان افهمه, عشان أفهمه يا اخي والمشاهدين يفهموا القشري ها سيبك منها ده الدوبامين ده بيبقى مسؤول عن ايه؟ في المكان ده في المكان ها. ده مسؤول عن الضلالات مسؤول عن التفكير. عن افكار خاطئه بالظبط لما يعلى الدوبامين في المكان ده ها. يبقى عنده الحكايه دي عكس لما يعلى في الهيبو يحسن المزاج عكس لما يعلى في البري كورتكس الكشره الجبيه المخ يحسن التركيز احنا عايزين نفهم يعني الدوبامين في كل حته في المخ ليه يعني ايه يعني ام احمد قاعده في البيت وام جمال وكلنا قاعدين بقى ايه بنتفرج اه؟ على القصه اه؟ عايزين نفهم ده ايه الدوبامين كمية المخ بقى دي ايه؟ الدوبامين في كل حته في المخ ليه وظيفه مختلفه عن الحته الثانيه يعني الهلاوس دي بتقل عنده الدبو... الدوبامين ده بيقل خليكي معايا ها الدوبامين في كل حته في المخ ليه وظيفه مختلفه فلما يبقى في الهيبو كامبس اللي هو حصان البحر عالي اه يحسن المزاج لكن ماش. لما يبقى في الميزو كورتيكال ميزو ليمبيك باس واي عالي يعمل ضلالات انا بقى عايز الحاجه اللي تهمني انا بقى انت فاهمه اه فهو الدوبامين هنا في القصه دي بس انا عايز الحاجه اللي تهمني دي عالي في أه. الميزو ليمبيك ميزو كورتيكال عشان كده عنده ضلالات الحاجه اللي تهمني وتهم المشاهدين هو ممكن حد فجاه يلاقي كميه مخه بتتغير ونوع بيجراله كده اه ليه عندنا عوامل اديني فرصه بقى اقول دي صعبه جدا دي واحد عوامل آه جينيه يعني الراجل ده عنده في العيله جينات فصام جينات المرض النفسي طب نعرف منين ما احنا مش هنعرف هنكتشف ساعتها ده رقم آه. واحد اثنين العوامل البيئيه والعوامل الاجتماعيه اللي حواليه طريقه التربيه اللي اتربى بيها والبيئه اللي هو كان فيها كان هو معزول اجتماعيا ولا مختلط بالناس وعنده علاقات اجتماعيه جيده ده اثنين ثلاثه العوامل النفسيه <applause> أربعة وده مهم جدا انه يبقى فيه تأثير خارجي زي المخدرات. يعني المخدرات دي بتضيع دي دي اه دي مشاكل المخدرات بتعمل كده اه بتعمل كده نوع معين من المخدرات مش هنقول اسمه أوه. المخدرات دي بتعمل كده بس لما اليوم جو صفاء بيشاور على ابنها بيتخيلها اسامي رجاله موجودين يعني عايشين معانا اه ده شبه ابن عمتك اه ده شبه ابن عمك اه يعني ايه؟ ما هو ده الضلال ان هو طول الوقت هيقعد يلبس الواد لاي حد انت عارفه وكل يوم الواد بيتغير وهيبقى شبه ابن الجيم. هو مش عارف هو عنده ضلال بس مم. مش عارف يثبت الضلال انت عارفه ده لو مسك عليها غلطه أه؟ هيقتلها لحظي في وقتها هيقتلها لا لو مسك بس غلطه يعني لو, لو... جه لها مين اللي كان هنا مثلا ومامتها كانت هنا حتى ومش قايله له اه هي دي دي مصيبه سوداء لانه ممكن يقتلها في لحظه زي دي اه عشان كده ده لازم يتعالج فورا طب يتعالج يح... ازاي علاج اهله دولك. بقى ايه علاج دوائي لازم اهله يعرفوا الحكايه وخدي بالك قانون الصحه النفسيه هما هما فين دورهم هقول ها في لك انت ما حسيتش انت مش لاقيهم انا مش لاقيهم بس هقول لك بس آه. قانون الصحه النفسيه الماده رقم 13 بتجبر المريض النفسي على انه يتعالج غصب عن بوزو لانه بقى خطر على نفسه او خطر على الاخرين ازاي بقى غصب عن بوزو والراجل ده خطر أزمت على ازاي ان هو مريض اهله هيروحوا لاخصائي طب نفسي او استشاره طب أكيد نفسي اكيد مش هيعملوا كده او هي تروح لاخصائي طب نفسي او استشاره طب نفسي والدكتور يؤكد ان هو مريض ويتم حجزه في مستشفى نفسي للعلاج وياخد العلاج ايه ده بالتزام. هو مريض الشك بيتحجز برضو لازم عشان ياخد العلاج وكيمة مخه تتظبط فالفكره كلها طب ما احنا ممكن طور. نديله العلاج في البيت لو هو هيوافق ياخده انا بتكلم آه. هيتحجز غصب عنه لو هو رافض يتعالج طب حاجه ثانيه لو يعني هو يعني يعني هو هيتعالج يا بمزاجه يا غصب عنه. ما انت قلت لو طلع من المستشفى يا دكتور قلت برضه ان هو هي... أحده هيفضل. هتسوق. هيفضل ماشي على علاج دوائي وهياخد حاجه اسمها علاج ممتد المفعول. الحقنه بتشتغل لمده 30 يوم. أه يعني هي مره واحده بس بياخدها؟ في الشهر. شهر. آه. اه. حقن زيت الحقن ممتده المفعول بتستمر فتره طويله شغاله. بتعمل فلازم ايه بقى؟ فلازم ياخد ده. على فكره القانون في الصحه النفسيه في مصر آه. بيقول ان في حاجه اسمها اوامر علاجيه كمان. يعني لو الدكتور خرجه وقال له تاخد العلاج. لو ما خدش العلاج وهي راحت قالت انه ما بياخدش العلاج القانون والشرطه يجبروه انه ياخد علاج. دي اسمها اوامر علاجيه لانه خطره تعدى من الشخص العادي من من نفسه للاخرين فهنا القانون يجبره آه. آه. على انه ياخد العلاج او يتحجز في المستشفى. شايف شخصيه صفاء عامله ازاي عشان في سؤال جاي بعده آه كده تريكي جدا انا, مش أنا عايز مش أ... ابقى متحامله بس هو لازم يتسال انا انا عايز اقول لك حاجتين الاول شخصيه ابو صفاء عشان دي شخصيه مهمه أبو جدا ابو صفاء مشي وعمال يتجوز مش عارفين يلاقوا له آه بلد نارسستك بيرسوناليتي كما يجب هو ال النرجسيه آه ما بيفكرش ما بيفكرش في نفسه طب آناني, اناني طب هو الشخصيه النرجسيه دي ده بيبقى وراثه؟ آه لا مش لا مش شرط دي الشخصيات ما انت تقول فصام في وراثه فيها, وراسة فيها نسبه وراثه الشخصيات فيها نسبه وراثه بس خدي بالك في عوامل بيئيه واجتماعيه ان انا بقلد ابويا او اقلد امي او اه بالظبط كده فهو شخصيه نرجسيه ابن لازين. الشخصيه النرجسيه تخلف طفل ضعيف طفل قوي على حسب على حسب قصه صفاء بتقول انها كانت شخصيه قويه وانها قدرت تشتغل وانها قدرت تكمل تعليمها بس لو قويه كانت وانها كافحت وانها, وإنها اصل خدي بالك توقف لجوزها ايه ده هو بيتهمها في شرفها ف... فخ... فلا لا هو كان بيشك فيها فخلفت منه بقى هي خلفت منه ليه عشان لازم تخلف منه عشان هي متجوزه ما هي متجوزه ليه بجد واحنا بنتجوز عشان نخلف اه طبعا ده واحنا ارانب دي افكار المجتمع المصري وافكار ايوه زي المجتمعات. الفارس والحصان آه الابيض او افتحي السبيكر ما تنزليش مع امك لوحدك وما تخرجيش في الشارع ومين اخلف آه ما هو بقى ده ما كانش متفسر صح في الاول وانا مش عارف اصرف على نفسي اصرف على العيل ما هو ده ما كانش متفسر صح في الاول ده كان متفسر على انه بيغير عليها وهي كانت بتفكرها غيره احنا شرقيين أيوة. بيغير عليها عشانها حلوه بزياده إحنا... تخيل يقول لي ما تطلعش البلكونه ابدا احنا احنا شرقيين واحنا كل ما الراجل يغير على مراته يبقى ده راجل حمش كل ما الراجل يقفل على مراته يبقى ده بيحبها ده الكلام... بيغير عليها حتى من لبسها الكلام... بيغير عليها ده الكلام اللي أه. حواليها عمالين يفسروا لها طبعا الغيرة. بيغير عليها وهي عماله تفسر لنفسها الغيره وتبررها لنفسها بانه بيغير عليها يلا افتح السبيكر في حين ان هو في الاخر مريض شكاك مش بيغير في فرق ما بين الغيره ايه الفرق بين الغيره والشك؟ الفرق واضح جدا عشان كل البنات اللي علينا وهي بتختار تبقى عارفه ايه الفرق بين الغيره والشك؟ الغيره مم. معناه مم. ان انا واثق فيكي بس ما احبش حد يبص لك تمام؟ وبتضايق لما حد يبص لك وما ما, ما 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 بقفلش عليكي ولا بكبت حريتك ولا بمنعك انك تعملي حاجه. مم. الشك العكس تماما ايه بقى؟ مش بقى ان انا مش عايز حد يبص لك، لا ده انا شاكك فيكي انت، انت اللي بتخلي الناس تمشي في الشارع بالظبط كده اه يا مريض الغيره هو متضايق من التانيين من الاخرين اللي بيبصوا آه. لكن الشك هو عنده مشكله معاك انت هو متضايق منك انت انت بتلبسي كده عشان, عشان يبصوا لك هو ده شعرك كده عشان يبصوا لك هو ده الشك آه. فيجبت حريتها التاني مش عايز يجبت حريتها بس متضايق من الناس اللي بيبصوا آه. لكن ده لا ده يجبت حريتها لان هو شايف ان يعني الراجل الغيور لذيذ مش الشكاك بالظبط كده الغيور لذيذ إنه هو يبقى انا واثق فيكي بس عايز حد يبص عشان ان هم هيشوفوكي حلو ده معناه انه بيحبها فعلا لكن الشكاك آه. لا ده بيشك فيها مش بيحبها ده بيمسكها يضربها عشان هو شاكك فيها اه زي ما عمل في في صفاء في القصه مم. فهنا لا تخيل ده, هو هنا راح البيت ونيمهم كده زي ما بيقولوا بالبلدي ان هو احنا نتصالح واحنا واحنا وخدها البيت اه ليه بقى؟ عشان هو شخصيه شكاك وعنده ده ممكن يوصل للقتل في اللقطه دي كان ممكن يقتلها لما ضغطها وتي وضربها يا حامل ده كان ممكن وما يقتلها موش. ده كان ممكن يقتلها بس هي بتقول دي. كان قطه مغمضه وعمال يصالحها ويراضيها بعد كده بعد ما هدي لكن في اللقطه دي كان ممكن يقتلها لان هو اوت اوف شعوره وهو متاكد ودماغه بتؤكد له ان هو ايه هو آه انت كده بتقول انت كده بتقول حل واحد يعني وانا هستشفه من كلامك و... لا صلحولي لي ان هو لو ما تعالجش يا صفاء يا هيقتلك يا تتطلقي لا ها انا مستشفيت كده ما اعرف الحل الوحيد انه يتعالج طب لو ما اتعالجش اصل هو لو طلقها لو هي طلبت الطلاق وطلقها ممكن يقتلها بعد ما طلقها برضو برضه وانا مش هخلص منك برضو اه اه فلازم يتعالج الحل الوحيد مش الطلاق الحل الوحيد الايه يا عم اهلي وعالجوه بقى انا مالي مفيش الكلام ده هو عنده الضلال متكون عليها وان الواد ده مش ايوه يبدو. بس البيئه الفقيره في اللي هي إيه؟ عايشه فيها الواد اللي مكتوب و... باسمه ده هتعمل فيه ايه هتشتغل لا لا الواد المكتوب باسمه ده هو شايف انه ده مش ابنه خلاص انت مالك بينا بقى مش هو مش ابنك ما تسيبنا نمشي لا ما هو متسجل باسمي فايه فهقتله لا يا دكتور حموده مش ممكن ده فهقتله ده, 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 رعب مش ده رعب ده رعب مش هقتلها ده انا هقتله في الطب الشرعي بنشوف اللي قتلوا عيالهم رجال وقتل امك اللي اللي كمان عشان عنده ضلال ان الواد مش ابنه طب انت مالك بيه طالما مش ابنك يا اخي ما هو مش ابني ومكتوب باسمي ومراتي بتخوني طب دي تبلغ عنه يتعالج الحل ايوه الوحيد. لو ما رضيش يتعالج, يتعالج. <applause> أت... اوديه ازاي اجره مش انا لسه بقول قانون الصحه النفسيه <applause> اكلم البوليس ماده 13 اكلم مين اه اه اكلم البوليس ده بجد ك... طب خليني اشرح والنبي الحته دي آه قانون مهمه جدا يا ريت قانون الصحه النفسيه اللي اتحط سنه 2009 قانون رائع ايه بقى تمام <applause> احنا عندنا مادتين لنقل المريض للمستشفى الماده الاولى ماده اسمها ماده 17 دي ماده نقل مش م. ماده دخول ماده 17 يعني البوليس يروح يجيبه غصب عن بوزه ويوديه المستشفى عشان ده خطر على المجتمع وخطر على نفسه ده ماده 17 يعني 18. انا هكلم ايه هكلم النجده اقول لهم تعالوا خدوا عندنا واحد مريض اه هيجوا ياخدوه ده هيتكلم شرطه ده النجده وتقول له انا عندي مريض نفسي وينقله ماده 17 العباسيه وعايز يقتلنا ينقله ماده 17 العباسيه ها. لانه هنا خطره تعدى الـ 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 الشخص ده تعدى نفسه ما بقاش خطر على نفسه بس ده خطر على المجتمع لا وضربها وراحت للدكتور والماده الثانيه اه الماده آه. الثانيه ماده النقل الثانيه اللي هي ماده 18 دي ماده نقل برضه بنكلم مستشفى الامراض النفسيه الخاصه ونقول لهم عايزين عندنا مريض نفسي عايزين تيجوا تاخدوه اي مستشفى في, في اي مستشفى خاصه فيجوا ياخدوه لو عندهم خدمه النقل هيجوا ياخدوه طبقا لماده 18 في قانون الصحه النفسيه هنجيب فلوس منين دي ماده النقل خليني بس اكمل اه دي ماده النقل يبقى لو في فلوس هنقله مستشفى خاصه ماده 18 ماشي. ولو مفيش فلوس هنقله ماده 17 عن من خلال البوليس ده رقم واحد. <applause> رقم اثنين ماده الدخول عندنا ثلاث مواد للدخول المريض النفسي في المستشفى. ايه بقى؟ رقم واحد ماده 10 ان المريض جاي برجليه بيقول انا عايز اتعالج انا مريض نفسيا ويمضي على دخوله ويخش المستشفى. لما يحب يخرج يقول انا انا داخل بمزاجي فعايز اخرج فيخرج لان هو ماده 10 اللي بنسميه الدخول الارادي داخل م. بمزاجه. م. ماده 13 الدخول الالزامي. لما المريض يبقى خطر والبوليس جايبه او المستشفى جايباه هيدخل غصب عن بوزو طبعا. ماده 13 الزامي وهيمضي عليه اهله طالما أهل انا الصؤال. انا خايفه أو حتى استشاري. وانا بنصحها اقول لها موضوع القتل ده أنا خلي بالك انت كده هتخوفها جامد قوي مش هي دي الحقيقه ما أنا احنا انا مش هقولها وانا بتكلم بقى في إحنا، إحنا في احنا ما الأخر. بنقولش احنا ما بنقولش حاجه وبنكتشف في الاخر انه حصلت جريمه قتل ونقول الجريمه يا ريتها ما حصلت طب حصل. لحد, ما, ما, يحصل لحد ما يحصل كل ده لحد ما يحصل كل ده ان هو يوافق ان هو يتعالج او ان احنا نتكلم بالراحه او ان احنا نشوف دور اهله اللي هم ما لهمش دور في القصه طيب عملية ايه؟ تعالجوا كل ما هتساليني هقول لك تعالجوا مفيش حاجه طب ما انا قاعده في البيت اطمنه اكتر من كده ايه هو أو اول العلاج الاطمئنان انا بقول لك الراجل اللي كان بيدور ها. في ودان مراته على سماعه مركباها دي ست بيت في الصعيد في انا ما بتخرجش من البيت ما بتخرجش من البيت جيرانها ما يعرفوش شكلها وهو مصر انها بتخونه فهماني؟ عشان إيه كده عشان كده هي فكره فهمك بس مخدود عشان عشان كده هي فكره غير منطقيه، فكره ما بتتغيرش بالمنطق، عشان كده هي اسمها ضلال، عشان كده هو مريض نفسي. ايوه ده بدأ امتى مرضه ده؟ ما نعرفش بدأ امتى، ممكن بدأ من سنه هي مش موضحة في قصر ممكن بدأ من سنتين، ممكن من بدري، وخدي بالك ده الضلال الأشهر، ده في ضلالات تانية، يعني التراب ضلال الشكل ده ممكن يبقى الضلال انه شخص معين اللي بيأذيه، مش مراته خالص بتخونه. او محمد محمود, 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 محمود اللي في الثالث قاعد ما وراهوش غيري بالظبط يجي لك بقى ده, 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 هنا بارانويد يعني هنا ضلال اضطهادي ايوه قلنا اللي هي رقم اثنين آه. مش رقم ثلاثه لا احنا لا ده مش رقم اثنين ده مش اضطراب شخصيه ده ها. هو رقم واحد اللي هو اضطراب ضلال الشكل انواع اضطراب ضلال الشكل في منه اه هو... قلنا ثلاث انواع آه. لا احنا ايه؟ قلنا ممكن يكون ثلاث حاجات المرض ايوه الاول فيهم اللي هو اضطراب ضلال الشكل وده ماشي. اللي احنا بنرجح انه موجود في حاله صفاء اضطراب ضلال الشكل ده ممكن يبقى فيه خيان ضلال الخيانه ده رقم واحد في اضطراب ضلال الشكل اضطراب ضلال الشكل ده ممكن يبقى واحد الخيانه ماشي اثنين يبقى اضطراب ضلالي يعني عنده افكار ضلاليه تجاه شخص بعينه اه حد تمام؟ في, في هو شخص واحد ماشي. بعينه او اه او انه يبقى عنده ضلال المحب قلنا قبل كده انه فلان بيحبني ومصر على الفكره انه سالي عبد السلام بتحبني وانا ما بحبوش اه هي الفكره بقى انه بيختار مذيعه مشهوره ويقول او آه. شخص مشهور ويقول انه ده ايه دي كانت بتكلمني دي انا عايز أقولك انا آه طب انت عارف انك انا كان بيجيلي كده مسجات كده يا دكتور مش هزار عايز اسمعها قلت لي كل مره تعدي من تحت بيتنا وما تقوليليش خديني مره معاكي او اجي معاكي واحنا بنصور مشهورين في جدا دول مين دول سمير سبوت ايوه ده مين دول ده بجد هم... اه بجد اصل انا شفت المسجد دي عشان كده انا مصدقاك جدا هو كان جزد. في فيلم بحبك وانا كمان كل كل مره تيجي وما تسلميش عليا انت مين ده حقيقي هقولك ح... لك حكايه اول مره اقابل عيان ارتمانيا كنت نايب في <applause> مستشفى الحسين الجامعي في قسم الطب النفسي جات لي عيانه بتقولي كده انت ما تعرفنيش معرفكيش قالت لي انا مجنونه ايهاب توفيق ايه, ايه التهريج ده؟ والله كده بالظبط يا بجد ده مرض يا جماعه لازم انا مقبوض عليا مرتين عشان كنت بقتحم حفلات ايهاب توفيق وبتعالج بقالي فتره عشان هم بيقولوا ان انا عندي آه هوس المحب اللي هو الارتومانيا ده هي مش مقتنعه هم بيعالجوها عشان كده لكن هي مقتنعه انه ايهاب توفيق ايه؟ بيحبها بيحبها وبيدور يعني عليها يعني ممكن صفاء يوصل لدرجه ان هو يقول لك هما بيعالجوني بس انا مش محتاج علاج ما هو هو كده فعلا انا بحبها هو مش عايزه اذيها هو فعلا كده يعني هو ممكن يوصل ان هو يقتل وهو بيحبها اه بس هو ما كانش قصده ايوه ومن الحب ما قتل هو الضلال مخليه يعني ده فعلا المثل ده صح من الحب ما قتل او الدب اللي قتلت صاحبها طبعا عشان هو مقتنع ان هي بتخونه وهو بيحبها ابيض فهيقتلها عشان, عشان هي طب تعمل ايه بقى صفاء غير العلاج يعني قولي لي بقى دلوقتي انا صفاء هتعمل ايه تعالجو. لانه انا احترت تعالجوا وهي تعادل بيحصل لها ده ازاي تعالجوا وعندها اختيار انها تعالجه بفلوس او تعالجوا ببلاش وانه يدخل المستشفى الزامي وانه يمشوا على حق إنه طب انا ممكن اهرب من كل ده عشان انا نفسيا ويبقى كويس وطبيعي لو انا مكان صفاء طب ما الهروب الحل لو هربت هيطاردها طب ما هي ما هي راحت ولدت هناك على مامتها وما جاش سال فيها عشان ما هو لسه هو لسه بيحبها ولسه باقي عليها وما وصلش لمرحله البيج بوينت اللي يخليه يروح يقتلها في مرحله كده هيقتلها فيها اللي هي اللقطه اللي ضربها فيها كان ممكن يقتلها في اللقطه ما هي تفضل قاعده خايفه منه يا دكتور ما احنا قلنا تعالجه ما حتى لو انا قاعده برضه خايفه افرض يعني ليه ابقى قاعده تع... ومستنيه موتي ده بمجرد ما تعالجه هيبقى كويس جدا وهيبقى لان هو كشخص يعني تعالجه ويطلعه؟ لا تعالجه ويكمله أنتِ عايزة تطلقيهم ليه يا سالي؟ أصل بيتعالج في قد إيه؟ لا لو فيها قتل، إحنا قلنا. لأ. إحنا على مبدأ واحد، الإدمان بنطلق. بس. أنا عمري ما قلت لحد اتطلق بقيت الحاجات. بس أنا خاف ينتكس، أخاف يقتلها، القتل. هناخد دواء. أنا أول مرة بقول لك القتل فيها نمشي. هناخد دواء وهنمشي على حقن ممتدة المفعول وهنتعالج وهو ضلال واحد، أصل خدي بالك. أو يجي بقى ينتكس خمس أيام يعمل فيها اللي حاجة. عنده اضطراب ضلال الشكل ده هه. كل حياته سوية ما عدا الفكرة دي ما هي الفكره دي هتيجي عليا انا يا باشا ايوه ماشي بس كل حياته سواء ما عدا الفكره دي يعني لو عالجت الفكره دي الراجل كويس انا هنهي حياته وانا حياتها ازاي امال انا حياتي انا ما انا هعالجه انت ليه خايفه من العلاج احنا عشان كده بنديله المفعول انا خايفه المفعول. على البنت انا اي حد بيبعت لي الدواء بيبقى حقوق ممتده المفعول يعني انا هديله حقن ممتده المفعول تستمر لمده 30 يوم قبل ما يخلصوا ال 30 يوم هديله علاج تاني هي الحقنه بتوجع يعني لو هو خدها ونايم عادي حقنه زيت بتوجع اه تقيله وبتاخد وقت عشان حقنه زيت مش حقنه آه ميه الحقن نوعين يا حقن يعني هيحس يا حقن ميه يا حقن زيت الحقن الميه بيتم امتصاصها بسرعه اه الزيت دي اللي بتزرق مكانها دي حقن الزيت دي, دي, دي بتبقى آه. سلو ريليزد يعني بيتم امتصاصها على فترات طويله آه. وبتتاخد في العضل تمام حقنه آه. الزيت دي بقى آه ممتده المفعول فيقعد يعني كده لازم واحنا بنعالجه انا انا سؤالي لازم واحنا بنعالجه نقول له انت هتتعالج يعني هتتعالج مش هينفع حتى نعالجه باسم حاجه ثانيه ومزمن طبيعة المرض بتحكمنا عشان العيان يقول لي اصل انا هبطل علاج امتى؟ طب لو حلف في هني اقول الحته دي مهمه جدا أيوة. في بعض الامراض مزمنه لازم المريض يفضل يتعالج طول الوقت، مفيش حاجه اسمها أصلاً انا عايز ابطل الدواء، اصل انا زهقت من الدواء، مريض السكر هيبطل الدواء يحصل له ايه؟ هيجي له غيبوبه سكر ما هيموت ومريض الضغط هيبطل الدواء هيحصل له ايه؟ هينفجر، هيموت ففي امراض مزمنه دي طبيعه الامراض، الامراض آه. دي حاده مزمنه، ففي امراض نفسيه حاده ناخد العلاج شويه وبنخف وفي امراض نفسيه مزمنه زي الضغط والسكر والقلب المريض مضطر ياخد العلاج مدى الحياه دي طبيعه المرض ملهاش علاقه بالعلاج الايه النفسي ذاته ملهاش علاقه بالدواء ليها علاقه بطبيعه المرض انا راجعة كل اشراق وامل وتفاؤل قفلت لي كل حاجه نورتني يا دكتور الله يخليك يا سالي مش يا دكتور حموده والله وانت جدا والله استنونا بعد الفاصل عايزه اتكلم معاك كتير قوي يا صفاء غالبا الشخص الشكاك قبل ما يتجوز بتكون ليه علاقات ما كملتش بسبب شكه سواء بقى كانت جواز او خطوبه او تعارف او ارتباط ده بقى اللي بتكتشفه مين تعيسه الحظ بعد ما تتجوزوا بيخليها تشوف جهنم على الارض ما بيكونش في قصادة غير حلين يا صفاء يا تسيبه وتنفد بجلدها حتى لو هي مش هتاخد منه اي حاجه من مستحقاتها، أنا مش عايزة بريك يا إما تتنازل عن كرامتها وتضحي بصحتها وتكتم في نفسها وتعيش بقهرتها ويجي لها أمراض الدنيا. بس في حالة تالت. في حالة حل تالت حلوة قوي. لو الزوج ده اعترف بمرضه وقرر أنه هو يتعالج منه ويبقى عنده رغبة بجد إنه يخف. أنت يا صفاء محتاجة إنك تحاولي. حاولي. عشان تبقي عملتي اللي عليكي ميبقاش ضميرك حتى مأنبك خصوصا ان في طفل وهيحاسبك على ده لما يكبر فات خلاص وقت بقى ان انا اقعد الومك واعاتبك واقول لك اتسرعتي ما فكرتيش صح بنقصر الخطوبه ليه افتكرتي ان الجواز ده هيحل كل مشاكلك وتعبك زي ما بيضحكوا علينا واحنا صغيرين هياخدك الفارس على الحصان الابيض من غير بقى ما تقعدي تدرسي شخصيه جوزك او تبقي عارفاه كويس قبل الجواز بس انا اللي يهمني حاجه ان انا ببص للمستقبل إنه ده ممكن يبقى درس لكل بنت بتشوفنا وبتفكر بنفس الطريقة وفاكرة إن الهروب من بيتها بالجواز هيوديها الجنة زي ما كل واحدة تقعد تقول لك إيه هتبقي تخرجي في بيت جوزك وتلاقي جوزها ما بيخرجوش هتبقي تتبسطي في بيت جوزك وتلاقيه مش مبسوط فيش الكلام ده أنت محتاجة يا صفاء إن أنت تقعدي كده تعيدي ترتيب أوراقك زي ما بيقولوا اعملي سيناريوهات تخيلي شكل حياتك في حالة إن أنت كملتي وفي حاله لا قدر الله ان انتي طلقتي هتبقي قويه انك تشيلي مسؤوليه نفسك ومسؤوليه الطفل اللي غالبا بابا من الواضح من اللي سمعته من القصه ان هو هيرميه وهيتخلى عنه بعد الطلاق ممكن يقولك مش ابني او يفضح الوقت كمان طب ايه بقى فرص الشغل اللي ممكن تكون قدامك طيب فلوس الشغل او دخل الشغل ده هيكفي ولا لا طب ايه امكانيه ان اخواتك يساعدوكي ويقفوا جنبك طب لو كملتي معاه في امل ان هو يتغير طب ممكن اهله يتدخلوا ويساعدوك في علاجه او يتكلموا معاه كلمتين يرادوا الاطراف كلها او يفهموا ان هو غلطان انتي قادره واحده بظروفك قوة استحمالك وانت اللي في الموقف وانتي اللي تعرفي تجاوبي على الاسئله اللي قلتها لك سمعتي معانا كلام دكتور حموده بس ما حدش يعرف يحلها غيرك وليس لها من دون الله كاشفة هستنى منك رسالة تطمنيني فيها عملتي إيه واستنى من كل تفرجوا علينا يا ترى لو ارتبطتي بحد أو اتخطبتي لحد أو اتجوزتي حد شكاك هتعملي إيه ولو كملتي النهاية كانت عاملة إزاي ودينا كلنا بنتعلم من, من مواقف بعض واشكركم جدا وهستناكم قصه تانيه وابطال حقيقيين بس تكون قصه حقيقيه باي باي